بهدف الحفاظ على الوردة الشامية وتطوير زراعتها، أقامت مديرية التراث اللامادي ومديرية الثقافة بحماة مهرجان قطاف الوردة الشامية في بلدتي معرين صليب وجبرملا بريف مصياف وسط أجواء فلكلورية وشعبية. في هذا الموسم كما في الموسم الماضي نحتفل بالوردة الشامية التي دخلت التراث العالمي في عام 2019 طبعا بفضل سعي وزارة الثقافة والأمانة السورية للتنمية. هذه طبعا هذه الاحتفالية بالوردة الشامية لا تعني فقط التغني بجمال، إنما تعني إظهار قيمة الوردة الشامية وما تعنيه من قيمة اقتصادية وجمالية. وتضمن المهرجان إطلاق مبادرة تتعلق بتقديم غرسات الورد إلى أسر الشهداء ومتابعة إنتاجها. نحن حاليا نطلق مبادرة أنه 10 وردات شامية لكل أسرة شهيد أو جريح. هذه الوردة بتفسل كل وردة الواحدة بتصير 10 بالأول سنة، وبعدين 10 بيصيروا 100، بعدين 10,000، بعدين 10,000، بعدين 100,000 وردة شامية بتصير سور وبتصير بالحدائق، وبعدين بنشوفها بكل مكان. نطمح لهذا الموضوع، وخاصة أنه غير مكلف. بدأت بزراعة الوردة الشامية من سنتين، زراعة دولومين تقريبا، وفيها جدوى اقتصادية كويسة، وهي الورد الشامي من التراث العربي وفيها مادية كويسة يعني. كما قدمت فرقة شباب جبرملا أغاني تراثية من وحي المناسبة ومحاضرة في مجال التنمية قدمها الخبير أكرم عفيف عن الفوائد الطبية والمادية لهذه الوردة. للأخبارية السورية علي شحود، حماه.